السلام عليكم. عيد الأضحى هو عيد الفرحة. باش تكمل الفرحة خصنا نتجنبوا بعض الأمور. مي كنبغيو نقطعوا اللحم باش نحطوها في الثلاجة، فالتقطع خصو يكون الإنسان اللي غيقطع تكون عنده دراية. علاش؟ لأن إلا ما كانش التقطع جيد وكان هذاك التقطع بقاو فيه بعض يعني بعض العظيمات اللي ما كنشوفوهمش، كتبقى في الطرفة ديال اللحم، نهار كتبغي تطيبها كطيبها وتقدر تبقى في المرق، ومي تبقى في المرق ياخذها طفل، ياخذها انسان كما كان، وشحال من واحد وحلات له. نعم، هادشي اللي كنعطيكم هو واقع حقيقي اللي ممكن يحولنا الفرحه ديال العيد الى اشياء اخرى. فهداك الشيء علاش عافاكم تبغيو تقطعوا اللحم، قطعوها بطريقه اللي تكون طريقه جيده ونعطيوها الوقت، ويكون شي واحد اللي كيعرف باش يقدر اننا نتجنبوا هذه المساله ديال ان هاد العظمه يبقاو في اللحم ويطيبوا ما نشوفوهمش حتى من بعد يسبوا لنا مشاكل. فكانت هذه نصيحة اليوم، إلى أن نلتقي في نصيحة أخرى. خليكم راحة. السلام عليكم.